أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم الجمعة على تدشين الطريق السيارة جابس مدنين، وبذلك تدخل الطريق حيز الاستغلال بداية من اليوم على أن يكون فيها نظام الاستخلاص وظيفيا. وبلغت التكلفة الجملية للمشروع 1250 مليون دينار، منها 600 مليون دينار في الجزء الأول الرابط بين جابس ومدنين، و650 مليون دينار في الجزء الثاني الرابط بين مدنين ورأس جدير. يذكر أن طريق السيارة جابس مدنين يبلغ طولها 176.320 كيلومتر، وانطلقت أشغالها بين جابس ومدنين في أوت 14 و2000 وبين مدنين ورأس جدير في جوان 2013، وقد تم تمويلها من ميزانية الدولة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والبنك الإفريقي للتنمية. اليوم الطريق إلى هذه المدن أسرع بكثير بعد إنجاز هذه الطريق السيارة. وقصة الطريق السيارة كما قلت قديمة، منذ سنوات السبعين تم التفكير في طريق سيارة، ولكن تم تشق وسط تونس، ولكن تم التراجع وبدأت الطريق السيارة الأولى سنة 79 تونس تركي، ثم تركي الحمامات، ثم الحمامات سوسة صفاقس، واليوم تمتد إلى رأس جدير والحمد لله تعالى. وستكون هناك طريق سيارة تربط بين كل دول المغرب العربي، ولما لا تربط كل دول شمال أفريقيا، فضلا عن طرق السيارة التي ستربط شمال القارة الأفريقية بجنوبها. سيد رئيس، هذا حلم يتحقق لأهالي الجنوب؟ أحلام كثيرة لابد أن تتحقق، وأحلام يجب أن تتحول إلى واقع. هناك للأسف عديد الأحلام وعديد البرامج التي وضعت وعديد التصورات التي وضعت لا من قبل الإدارات ولكن حتى من قبل الشباب. وهنا في جابس حينما تحدثت إلى الشباب عن مسألة التلوث، وضعوا برامج ولديهم برامج، وقدموا منذ أسبوع برنامج حول التلوث في جابس، فهم قادرون أيضا على تقديم المقترحات. والمجلس المتعلق بالجهات والأقاليم يتنزل في هذا الإطار، يعني تنبع الدراسات من إرادة المواطنين في كل مكان، وهذا ما نعمل على تحقيقه إن شاء الله ونحاول أن نختصر المسافة، ليس في الطريق فحسب ولكن المسافة في المكان وفي الزمن. يعطيكم الصحة، واصل ومواصلين وثابتين، والأمال الشعب التونسي نحبوا حقه ويخرج من الفقر والبؤس اللي خلاه فيه، ومن السطو واللي استطاع على الشعب التونسي في حياته في كرامته في حريته.
لابد أن يحاسب الشعب، يطالب بالمحاسبة، من حق المشروع أن يطالب من ظلمه ومن نكل به. واليوم يعني ما زالوا يريدون التنكيل ويريدون التجويع، مرة السكر مرة موجود في الديوان، موجود اليوم الصباح موجود في الديوان السكر والقهوة، ولكن أطراف بطبيعة الحال هذه الخلايا السرطانية التي لابد من الكيمياوي ربما قضى عليها العلاج الكيميائي مشابه بالأشعة حتى القضاء على كل هذه الخلايا السرطانية التي تريد ضرب البلاد. معنا كان البلاد ملك خاص، لا البلاد تونس للشعب التونسي، والثروات يجب أن تقوم على العدالة الاجتماعية، من العدالة الاجتماعية اللي طالب بها الشعب التونسي، ومن حقه المشروع يطالب بها، ومش ممكن يبقى الناس اللي قاعدين يكتسوا في الأموال، وناس ما تلقاش لقمة العيش والسكن والصحة والمرافق، هذه لابد أن تتوفر لأنها من حقوق الإنسان. إرادتنا أقوى من مؤامرتكم. أقوى. لما كان لكم إن شاء الله. إن شاء الله. يغلق مهما كان. مهما كان. لأن تونس ماهيش الكرة في لعبة الركبي بين الأقدام. يتقاذفها من كانوا يتقاذفون الحجارة، صاروا اليوم يريدون اللعب بالدولة التونسية وبالوطن، ولن نتركهم أبدا لأنها أمانة في عناقنا جميعا، في عناقنا جميعا كنا أمانة، ويتحمل المسؤولية والأمانة في الحفاظ على الدولة وعلى الوطن إن شاء الله. وإن شاء الله دائما نراكم بخير وتتحقق أحلامكم وتتحقق الدين أعلى وأعلى.